السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. دواركا there's a news صح؟ yes you will go to your country. yes this is we will miss you. me too. but for, I'll come back. for when are you coming? that 2 February. ما شاء الله okay. إن شاء الله you will go and you will come very quickly. yes thank you very much دواركا. you are welcome sir. why you will go? My family 3 years without seeing. Maybe they think I forgot them. I have Papa Karel so much than my family. So I have to go to visit them. Why you are going right and left, Kriti? Then I have to go surprise. Hey. How you feel when you finish 3 days or 4 days without to see your family? You feel something? No, I feel happy. No. Imagine Paulin 3 years. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباح الخير مستر صلاح. ما شيء حبه، ما شيء لوي، ما شيء بوسه. ليش يعني سويت هذا؟ هذا قبقة ده أول ما شفنا عادي وصفي قدك. صباح الخير. زي صد هناك طالع جاي. آه. والحبة وين؟ إيه زين. الحبة. وحدة بعد وحدة. بيزات والحب، منو يربع وراك؟ تعبت وايد؟ ايه بخير انت صلاح؟ بخير حبوك. حبيت بعد؟ لا مينو. ايه تحمل تحبه هو تو كم مرة؟ لا مينو. وحضني بقى كبير وحضني مطارات. بوم. صلاح صدق ولا حبيته؟ الله خبله الله. وحدة له هنتين؟ لا مينو. انت كذب. لا مينو خالد مينو. انزين شو اسوي عاد؟ بعد مصورين؟ الله ما بعد قابض عليك دليل؟ الله ما بقى اوحي منها. ترى ايه خلي والله هذا حقي انا؟ صلاح حقي انا ولا حق؟ ما هذا حق بنو؟ ما من وين زي يا بنا؟ هذي زين حق بنو؟ ما زين شكرا. قلت البارحه كنت في الرياض. بخبرك ايش اللي مستوي. كنت في الرياض، جيت من الرياض نهار ثاني اللي هو أمس. سرحت العين، عندي لازم وعندي شغل، غزرت يومي بطولة في العين، ضويت أبوظبي. اليوم بسير دبي، عندي شغل في سيتي ووك زين، وبضوي أبوظبي سيتي ووك، بكون عاد من المغرب أظني بتعشى هناك وبمسي هناك. بيكون بيكون مسائي كامل اليوم كله في سيتي ووك إذا الله جعلنا من الحيين. انزين وبكرة على الليل ساعة هنتين طيارتي على طيران الاتحاد 380. والويه الوجهة إن شاء الله بتكون جدة لندن، والمدة 15 يوم. هذا برنامجي وهذا اللي أشغلني الباحة. ما ظهرت بحريوقنا ما شاء الله من كل شيء. هذا بسبب انه هدى اظن مشلتت ما ادري شو شرات البوري هو مبوري، وهذا دنقب، وهذا الله يحفظكم اليوم شو شباب. ايوه شباب. شو صلاح دباب دباب. وهذه الله يسلمكم البارحه جايه عصيده من عند قب بن غنام ابو ناصر. فرفعوا لي من هالبيت على اساس ان اليوم الطعام منها. هاي عصيده قب بن غنام، ما بخليها في خاطري. عصيدة ناضية، عصيدتنا العادية المتعارف عليها اليومية. ما ادري رقم واحد عن خاطري. صلاح تراك مستوي طماع انت. الحين هذا انا هذا اخليه حقي انا، وليش انت تعيل علي السماء؟ شوي. انزين يلا صب لي انا شوي بعد. يا ويلك انشببت. بس 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 بس. اي بس الحمد لله. شكرا يا صلاح. شكرا 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 ابو احمد. بس تتراه دي بكبرك انت، بكبرك ترتي خيخ بعد حتى خيخ. ابوي انا عند مكتب هالريال الدكتور علي بن صالح الحميري. سلام عليك. مرحبا. ايش حالك دكتور؟ كيف انت؟ مرحبا. ما اظن اني اودرك من غير ما اصورك. ما اخذ وخزمك. يا الله يحفظك. يا الله يبارك فيك. خير. مشكور يا دكتور. مشكور. يعلك تسلم.
كتبتي اصريت اني اصورك لان قمه في الزين موظفيننا اليوم وايد فرحانين. يعني الله يحفظك هذا عندهم الى القمه. اللهم لك الحمد. انتم بويت تنتمون الى هالارض الطيبه بلادكم الامارات ونيت عاده من بدكم وساسكم ظاهر من العين. العين يا ابوكم تربى خصبه ما تظهر لك كل شيء خصب وفنان. يعني الله يحفظكم يا دكتور. الله يطول عمرك وانت تستاهل. والله يطول عمر الشيخ خليفه امين امين يا رب العالمين. يعني الله يحفظهم ويرحم زايد امين الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. نحن طال عمرك في هالبلاد عايشين في شراقه وخير ونعمه فضل من الله سبحانه وتعالى. دكتور علي يعني الله يحفظك خدمة مميزة تقدمت حاليا انتم عندكم في العين اللي هي الخدمات الذكية. شو هالشيء اللي استوى عندكم جلب من موازين فوق تحت دكتور؟ طال عمرك هاي كلها توجهات الحكومة. نعم. توجهات معازين مع على رأسهم الشيخ خليل. الله يحفظك. الشيخ محمد. نعم. آمين يا رب. رئيس دائرة. نعم. مهندس فلاح الحبابي. نعم. والمهندس مبارك. ومديرنا العام. ومدراء العمومي في البلديات. الله يبارك فيها. توجهات طعمر كنا نحن نسهل الخدمات للجمهور. نعم. نكون قريب منهم وانهم يحصلون خدمات من اقرب نقطه عندهم. هذه نعمه اليوم طعمر الحمد لله رب العالمين كل خدماتنا موجوده على الموبايل ابلكيشن سبحان من الله. اي مكان سواء داخل الدوله ولا خارج الدوله تحصل الخدمه وهذه نعمه تبع حمد وشكر. جزاكم الله خير. مشكورين على هالخدمات الفنانه. جزاكم الله. انتم تستاهلون هذا شوي. لا أملك غير كلمة شكرا. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله. أنت والموظفين من أكبر شخصية موجودة عندكم في البلدية إلى أصغر لقيت الحفاوة والتكريم والمساعدة ما قصروا الشباب وعلى رأس سم الحبيب بشهابي على الله يحفظه ما قصر ورجال هناك أبوي هذا جالس بس اللي يرمس اللي هنمون حاط ريل على ريل لا شغل ولا ضمن. أنا بشرف عملك أن الخدمة هذه تراها تقدم للكل الحمد لله مرة كل اللي حضر عندنا في بلدية العين. نعم. يحصل شفت الخدمة اللي حصلتها مثلها بعد وزي. اللهم لك الحمد. يزاكم الله. يا طعمك لين آخر نقطة. يزاكم الله الجنة. نعم. اللي أبرك عن كل شيء. أتمنى لك التوفيق وأتمنى لك سكن إن شاء الله مبارك. دكتور علي الحين قالوا لي مذهب لي هدية. نعم. أنت لا تقول لي هاي حقي أنا هالمتب. لا. عشان طعم شوي في بلدك. يا سلام سلم تستاهل. هاي هديتن يا ابوك هاي يبا اربع انفار يشلونها لا لا شكرا جزيلا دكتور تستاهل. الله يطول بعمرك ويحافظك. يا مرحبا والله. يا الله يعطيك الجنه مليون بعد يعلك تسلم طال عمرك طال عمرك. شو الخدمات الذكيه اللي تتميز فيها بلديه العين؟ مرحبا اول شيء مرحبا بالاستاذ خالد ببلديه العين. عندنا المنصة الذكية اللي تمكنك من الدخول السمارت باس اللي هو الدخول الذكي عندنا طول عمرك. نعم. إذا سجلت فيه تخولك ومتقدم على خدمات الحكومة في الإمارات كلها. نعم. جهات حكومية متعددة بلدية العين هيئة وظائف الإسكان. نعم. جهات أيضا اتحادية تقدر تقدم عليها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها العديد من الجهات. يعني مش ما يتعلق بس في البلدية كل الجهات هذا الدخول اللي بتسجل فيه بهويتك الأصلية طول عمرك والبصمة تخولك إنك تقدم على خدمات كثيرة جدا وأنت في البيت طول عمرك. نعم. جانب من سيرتي العين البارحة سرحت ترى الصبح سرحة جيت وضبي غير بان بين المغرب والعشاء أنا وصلت وضبي. لا والله يوم تعديت بدوار توام أذن علي العشاء وسرت سيد لين ميلس المشرف. الله رحمنا بالميالس اللي في المناطق يعني كل فريج له أو كل منطقة لها ميلس وميلسين فلذلك شيء جميل وفروا على الناس العبالة والزحمة وللي ما عندهم ميالس كبار يعني الحمد لله هذا شيء وايد جميل. وصلت عزة الله يحفظك. عزة عبد المحسن بن فهد بن راشد الدوسري الحضور الكريم هم الله يا طويل العمر الله يحفظك. محمد خالد الخالدي علي بن سعيد المزروعي
سيف محمد بن سيف البليسي وفهد ديما بن عيد المراخي وليفة سعيد أحمد علي أحمد حسن سوري محمد على الوصله واجب لا خليت منك انت اخو ربينا كلنا شربنا الله يرحم ابوك يرحم امك الهي مايل على رقابنا ما ننساه ندبت حيالنا ربينا وكلنا وشربنا في بيوتكم يا ورناكم ييره ما يعلم بغلا حياه امك وابوك الا الله سبحانه وتعالى وانت انت غلاك من غلاهم واجب الوصله تستاهلون عيوننا تيكم انتم دمنا ولحمنا انتم انتو الدم اللي يرفع عروقنا كيف ننسى معروفكم ما ننسى معروفكم ممكن اسوي لك كلوز زوم تزيش عليه يا حافظ شكرا شكرا اقول لكم من ضمن المغامرات البارحية من عقب ما جيت وضبي ووصلت وضبي حضرت العزاء المشرف صار ست بضبي داخل عندي شغل وكان عندي ساعة وين بسير ليش ما سير أتعشى يوعان صرت والله وين البطين هناك وين المطاعم وين صندوق النقد اللي هناك وين الطراريد ما طراريد لشي هاي المراد لقيت مطعم هناك روحه معزول على يم روحك في كورنر والله ما يندرى كان كور هو مطعم ولا كوفي يوم سألت قالوا لا هذا هو مطعم وهو كوفي وهو كل شيء قلت عيال غايته دخلت والله وتعشيت أكل العشاء اللي عليه رضوان من الله وأنا ظاهر تبعني ريال وياه يحال صار هم عرفوني صورت وياه وبما أن البارح ما كان شيء تصوير فكل شيء صورته البارح نزلته لكم اليوم مقطوعات صغار صور صغارية هالبنيات اللي حالي توني نزلتهم قبل شوية الوليد ويا بنيات صغار هاي لاجنهم في العين وبعدها أولاد بعد من غير بعد جيتهم في مطعم شو بقولكم البارح أمور وايدة ما شيء كثرها الله يحفظكم موجود في البطين في البطين عقب ما تعشيت وعينت من الله خير لقيت أبوي هالشباب الفنانين هذا الشاب هالفنان الجميل شو تقول توك الحين؟ شايفني اليوم؟ وين؟ التليفون مال منو؟ علي حين عدالي أول بعدي شو اسمك؟ أم والله والنعم تدري تشابه عبد الحميد؟ فيها شوي عبد الحميد وانت؟ شو اسمك؟ مرحبا محمد أحمد شيخ الشامسي والله والنعم جاسم أي صف انت؟ خامس سيارتنا اليوم بتكون إذا الله جعلنا من الحيين للسيتي ووك في دبي مدينة الأحلام المدينة التي لا تنام اللي هي دبي الغالية دبي يا دار الحي انزين دبي بنكون موجودين فيها من عقب أذان المغرب إذا الله جعلنا من الحيين في منطقة السيتي ووك
سيتي ووك الجميل الفنان الراقي اللي ماشي اشراته مكان في الدنيا العودة. عنوتنا شلجله عنوتنا الله يحفظكم لجل محل ابراهيم القرشي فاتحين محل جديد في السيتي ووك، وبنسير الله يحفظكم الساعة 9 موعدنا في السيتي ووك، نكون موجودين في المحل حق نشوف شو جديدهم وشو اوفراتهم. فالعنوة اليوم لجل القرشي. يلا محمد يا هلا يا هلا بروحي، وينك يا اخي؟ تراك على ما قال مشتقي لك، انت تقول باجي لما لندن. يلا تعال حنا بلندن الحين معي المرقوق والوناس والفقع. يلا ترى مشتاقي لك. تكفى ابو محمد، سلم لي على كل اهل الامارات واحد واحد، قول لهم يسلم عليكم الصلح وتدير السلام، وقريبا ان شاء الله بنجي للامارات. خشمك خشمك ابو محمد. نسير ابوي يخبركم اليوم ترى بعد عجلة الوحدة عندنا. ها يلا يلا رجل. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. الحين نحن نبون يجمع الزب يتيامع من يجمعونه في المزرعة عند ابوه انه هالنمونه تلاقب. احنا نظفناه وعدلناه وركبناه ويازم ابوي على الضوء لين ينضى. ينضى كيف؟ شوفوا الحين ايش قايل لونه، شرات مش صافي، لازم يغلي صافي شرات الزلال، يعني معناته نسبة البخار اللي فيه الرطوبة تبخرت كامل، فلذلك يغلي صافي. عقب نحط له دوياته، يعني يبطي على الضوء يبطي. الحين الضوء ها هباب ما تلحق الجدر، خفيف الضوء إلى أبعد حد. ساعة كيف كان شكل الدهنة؟ مدلخ. الحين صفت رقم واحد، الحين غايته تنحط الدويات. يلا 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 بسم الله. اي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين وقت الدويات. الدويات لازم تنحط بكرم، تكرم الدهنه عسب هي تكرمك، تغذي حتى طيبه فنانه. نحن ترى دهنتنا ما نحطه ما نحط الحلبه، نحن هاي ذوابه الذواب الاوليه ذوابه هالبو ظبي، ما تنحط الحلبه ابدا. هذا على ما تشوفون تملح وتازم ابوي على ضوء قاصره لين روحه تعتزل لخلاصه وترد تصفو. الحين شو ايش قال مدلخ؟ لين خلاف ابوي ترد تعتزل روحها لخلاصه تحت، والدهنه من تقمش بس بندوا عنها تقمش يغلي شرات القماش من فوق، تعتزل لخلاصه تحت والدهنه تازم صافي فوق. يلا عاد الحين يبالها يومين يومين لين بنات. يلا 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 بطه دوارك. كحلولو ما شاء. يا سلام يا سلام كحلولو. يلا مرسلين. يلا انسى اسمها هاي انا شو اسمها؟ فلبين. يلا بس يلا عاد يلا 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 ذهب 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 ابوي ذهب. الاصلي الاصلي لا يفوتك لا يفوتك. عاد اليوم ابتدى الصبح هنا الترويج عم من بكره. يلا انقفضي انقفضي انقفضي. كلنا خدامك يا البرم ريال من والحرم، كلنا خدامك يا البرم الريال من والحرم. شيد باب وشيق راس الدنيا مطرجة، شيد باب وشيق راس الدنيا مطرجة. هلا بيس هلا بيس هلا بيس. عاشوا عاشوا. يلا البنات يلا يلا عاشن البنات عاشن البنات. يلا يا ربي دبايت ليت تبركت عليك يوم يا بس لا حول لا قوة الا بالله. يا مايا بسرعة بسرعة بارك الله فيك. يس كلنا خدامك يا البرمة. صح نحب نسير دبي الحينة. برجع في الليل. شو يعني؟ بكره الخميس. الخميس نسيت والله خاب انا. متسب عليك حبيبي بسم الله عليك. نسيت بكره الخميس او ورا بكره الجمعه. صلاح بكره الخميس شو ورا بكره؟ الجمعه. واللي بعده؟ خميس. بس لا تكلمني لا تكلمني. لا بكره الخميس ورا بكره شو؟ الجمعة. ورا اللي عقبه؟ أربعة. لا سبت. زين اللي عقب السبت؟ لا 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 الأحد. الأحد بس. أيوة لا تغششه بعد الأحد.
صح بعد الاحد اثنين صح زين بعد الاثنين ثلاثة زين بعد الثلاثة بآخر مرة آخر مرة أربعة صح كيف عرفت ما حد غششك وهذا ديتشو ها ديتشو لي ياسي غششك ما أشوفك أنا صلاح شو تقول شو تقول شو يقول لك على صلاح عليكم السلام صلاح قم واجف حد قم سلم على الرجال صلاح قم سلم اخ عليك صلاح شيب انت شيبه شيب انت شيبه السلام عليكم ها وين انت وين انا موجود وانا موجود يلا يلا صلاح بنصير دبين احنا لا في الليل بضوي ان شاء الله ان شاء الله وتتريق عندنا يلا مع السلامه يلا مع السلامة يا صلاح باري الله يحفظكم أنا أسكن في الريال جاردن الريال جاردن رمست بول وقتله العام عطوني حجيرة بقولكم أربع تمتار الحب ثلاث تمتار ونص في ثلاث تمتار ونص تحراها قبر قال لي وبقيته يغير حجرتي قال لا أنا ولا بنغيرها بغيرها قبل ما تتحول ثلاث أيام يعني بتجلس عندنا ثلاث أيام وباجي المدة بحولك في غرفة عودة قلت له أبوي لا يا أني من أول ما تسكنوني في الريال جاردن حجرتي عود ولا أنا ما أريد كل يوم شل سامان وحط سامان وات سامان ما داني التنقيلات والأخير قال أبوي عاد هذا هو عبر رغم أني صديقي وياه من سنين المراد والودي هاي أنا الله يحفظكم مدعاي وتنقوا لي الفندق هذا عدال في المايفير عدال سلفرج بين وبين السلفرج فرت حصاه ومشاهد الفندق حديقة شي مرتفعة جميلة في منتهى الروعة خاصة في الفندق فندق هذا له قصة طويلة عريضة شو كان وشو علمه وشو خبره الحين بخبركم منطقة الزاهي في أبوظبي اللي عقب قبل كانت نادي سياحي وقبل ما تكون نادي سياحي لها اسم بعد ما فيها قريب بياكلوني انزين قبل هاي كلها رمول وصنادج وخيام وعرشان ودعون ويريد ويزايا حالة تمل الله انزين حاليا شو أصبحت أجمل منطقة أكثر منطقة فيها بنايات تجارية وأبراج زجاجية ناطحات سحاب شيء ياخذ العقل من أجمل المناطق هي المنطقة هذه الأول كانت عرشان شو أصبحت من عقب عرشان أصبحت أرقى وأجمل منطقة اللي هي شو الزاهية بوظبي السنين الأولية يسمونها مليح هل حاليا فيها نفه من الملح بالعكس حاليا أصبحت خضراء تغني يا ليل الدنيا ها ها تلق فيها قادية قادية أبوظبي من أجمل بلدان الكون شو السبب جهد ومجهود ودتها النمونة الله يحفظ الدار وحكامها ومن أسس الأسس الجميلة أسس التخطيط العمراني للنظرة كانت له نظرة مستقبلية على الله يغفر له نظرة إلى ما بعد 300-400 سنة ما حد كان كلنا الأول يحك شو هذا كله منو بيجي منو بيسوي ومنو بيسكن كل هذا وين وحين تطور إلى الأخير مليار مرة طلعت توقعات أخير عن ما مثل ما رسم لها سنين الأولية الفندق هذا اللي حين بكرة أنا بسكن فيه ذا الله راد هذا الله يحفظكم كان قراج مرآب عام جميع السيائر السائرات شرق وغرب يبركنن فيه باركن مال سيائر كان هب من زمان من 70-80 سنة وسنة 2009 أدرج 2009 من جريب يعني 2009 أدرج المبنى هذا اللي هو الفندق من ضمن المباني التاريخية في جنتي المملكة المتحدة
فاللي يميز المبنى هذا ان احد الابنية او الفنادق التاريخية في منطقة المايفير، هذا اولا. ثانيا اللي يميز بعد الفندق هذا ان في وحدة من الغرف اللي فيه يا فنان بريطاني، نحت غرفة من غرفة، الغرف اللي فيه كاملة منحوتة نحت يدوي، كمل دهر كامل لين تقطع ظهوره فقير هو ينحت هاي الغرفة. ترى رمس صدق والله ما امزح. فلذلك تم اختيار هالفندق دون عن غيره من ضمن اجمل واخير فنادق العالم، ما بالله في بريطانيا، على مستوى الكرة الارضية. المراد فهمه ان الانسان ما يستهزي بالشيء واصله، يعني ما يقول هذا كان صندقه وشو غدا، او البندم هذا امسات حليان ما عنده من ربية هانتين، ما عنده قوت يومه، واليوم شوف البيزات فوقه وتحته زين، او ما يقولون فلان كانت سيارته بودحبه واليوم عنده اسطول سيارة داخل بيته بجهده واجتهاده زين، ما يقولون الفندق هذا اللي كان قراج، هي كان قراج وشو اصبح؟ اصبح من اجمل واحسن وارقى فنادق العالم. هو شو اصله كان تي شو يقولون كانت مليح، شو اصبحت؟ اصبحت جنه يعلها الجنه، يعلها الجنه يعلها الجنه ونعيمها اللي اسسها وشيد عمدانها على الشيء اللي تشوفونه حاليا. انتم اقول لكم عيبتني هالسياره، تحسبها ما شاء الله عليها مجنزره على سياره منو انزين. السلام عليكم. وعليكم ما عليه يا اصورك ما عليه لا عادي حلال انزين. الله يسلمك. الله لا انت عباره ولدي الله يحفظك. لك ظلمي يا ابوك ما تبين. حطيت فلاش انزين. هاي شو مسيايه؟ جيب رانجلر الله يطول عمرك ما شاء الله فايد فنان الله يطول عمرك. هاي اعتقد بس الا شتويه ولا شرا سيايير هل بالجيش ولا نتمنى الله يطرح لك البركه. وايد حلوه وايد حلوه سيارك ما شاء الله ما شاء الله شكلها جميل يا ابني. تهنيت بها يعطيك خير هيك فيك شرها. انت من وحينا؟ انا محمد السعيد والله والنعم. الله يطول عمرك. سكان وين؟ انا من هل فجيره عايش في الدير ما شاء الله. الله يحفظك. سلم حبيبي ان شاء الله يحفظك. طامي السلام عليكم. السلام. شو حالك؟ بخير الحمد لله. كيف انت؟ بخير. شو هالمكان اللي نحن فيه هذا؟ في مكان كله مطاعم. فيه؟ مطاعم من مولات من اماكن يعني مطاعم والله هي. يعني مش تركات العاديه هاي صح؟ هي. تركات عاديه ولا من مطاعم فخمه وما ادري لا من مطاعم فخمه وحلوه. ايوه لكم مسوين حج مسقر كيف مسوين؟ تعالي هاي يسمون هاي تعالي يا ربي. شو اسمك انت؟ عاشر. حليلتي العاش ما شاء الله عليك. اي صف العاش؟ ما زين للغمازات العاش. ماي العاده ما شيء اسمه تشيز؟ لا تشيز تشي تشيز زي كيك. قول كيك. ولد خالي كيف حالك؟ كيف انت؟ هاي هذا ولد خالي ياسر طارق وهذا ولده. انزين الحين هذا شو هالمكان اللي نحن فيه؟ هذا مكان تجمع مطاعم. ايه تابع للميراث. اول مره اشوفه. تابع للميراث. اها هاي المطاعم يسمونها ستريت فود، يعني اكل مشوار، اكل شي خفيف. اها كوفيات ناس تي تهتمني. هل قلت لي عنه؟ نعم. شيء جميل. انت قلت لي سعادي هاي جلسه وايد جميله فوق العادي. اي والله نعم. يعني شيء حدث وايد كبير. ما برم الحين اصور وايد من ناس حريم. زين هذا منو؟ هذا والله ما اعرف. كذاب والله ما اعرف. وهذا ولد محمد جمع الفلاس. والله من نعم. نعم والله. مليون أمير. مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا بولد خالي مليون مرحبا بن خديه. هذا تعال لا لا ما شيتي بكرسي. هذا احمد الحين ولد خالي. تدرون سوى شيء؟ قلنا تبون شيء تشربون ولا لا؟ يعني انت معقول ان يدك محمد بن سعيد بن خديجه؟ يعني شو تفضلون؟ شو تفضلون؟ انت ما قلت شو تفضلون؟ زين الحين تبى شو تبون تشربون شيء ولا؟ لا شو تفضلون؟ زين شو ردت فعلك حق ولدك هذا؟ شو بتقول له؟ ما يصلحي المفروض يجيب ولا يشاور. هي نعم ولا يقول شو تبون على الاقل؟ هي نعم يقول شو تبون ويصير يجيب. هي نعم هلا تلحلملح. زين
هلا. منو والله عليك هالفنان؟ عبد الله بن طارق. والله والنعم. ايش حالك بحنين؟ اكلت من همبه. كيف انت؟ اكلت من همبه. اي همبه؟ هذا الهمبه. انا ما اكل همبه. ما تاكل همبه؟ لا. همبه حين؟ لا حين وقت عشاء. خلاص. حالك ابوي؟ الله يسلمك. كيف انت؟ الله الحين كل ما سالنا حد قلنا له هذا منو ما طاع يخبرنا؟ خالد خالد. بس خالد روحه؟ خالد بن جمال بن زعل. والله والنعم. خالد. وبلاك محرج؟ لا لا ماشي. والله؟ ايه ماشي. الله يحافظك. الله يحفظك. قبل ما ينولد ابوه. اقول لك تعال وياي. عنده هوايه. انت محمد انت محمد بن احمد الحاي. ايه نعم. ما شاء الله عليك. ابوي زين يوم يقول لك الزين مخلف ما بمولف. ابوي ما اخذ ابوي اقول لك عيال تلقى والله تتلقى. لا 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 هيا ودني عن الغداء عن الغداء عن العشاء. هذا سيف بن طارق بن محمد بن سعيد بن احمد بن احمد بن خلف بن خديجه بن خديجه ولد هالرجال الفنان. الله يطرح لك البركه فيهم يا رب العالمين. هذا ترى باش مهندس منهل. ايوه نعم الساعه نعرف هذا ابو الخبير. الالكترونيات طارق الحين هالاكشاك اللي انا اشوفها هذه كلها هاي شو هذا؟ هل ان كل سنه انا اول مره هذا ثالث سنه يسوي صدق والله؟ إيه نعم. انت تدري نحن جايين بالصدفه والله؟ سبحان الله والله وقسم بالله والله المكان هذا حينه نحن جايين بالصدفه والله. ولدك هذا الحبيب قال لي نحن في مكان في يوله. ايه نعم نحن حين هذا المكان اللي انتم فيه اليوله هذا نحن عاده نبرك سيارتنا فيه. زين الحين يوم جيت الليتات قلت في خاطري شرات اللي في دبي اللي في الخوانيج. نعم نعم داس لكزت نفس هذا مشابه له تقريبا كل سنه يسوونه لمده 3 أسابيع. زين ومعظم المواطنين طال عمرك كل حد له كل حد له صم اللي يسوي برجر ولا يسوي عصير ولا يسوي كوفي. اها ومن هاي الاشياء يعني. انتوا الحين وانتوا شو تسوون؟ يعني طال عمرك تسوي شيء انتوا؟ عنده محل همبه. همبه؟ ايه تسوي همبه بس بطريقه مختلفه. ترتيب كذي عاد انا ما يعني منو هذا ابنه طالب لنا ولا منو؟ انا طالب لنا لاخويا عبد الله بس بعد ما يسار الحين يشرب قهوه بيرد. زين بس هاي الفكره اللي هي يعني اختي عندها اياها هي الفكره. عباره عن شو؟ همبه يقصونها شرات سباجيتي. اها زين ويحطون فوقه يعني بصار وفلفل حسب اللي انت شو تطلبه. ايوه وفاتحين فرعين فرع هني وفرع في القريه العالميه. ايوه وهذا الكشك مالكم؟ هذا الكشك مالنا اسمه مانجو مانيا. ها اسمه مانجو مانيا. مانجو مانيا مانجو مانيا والله في حركه بعد هني في قرقعه هنا ما شاء الله الحمد لله. هني هذا المكان شيء فرع الفرع الثاني وين؟ الفرع الثاني في القريه العالميه وفي استوى تصنيع قدام العرب يخدمونه يعني تصنيع قدامهم يقصونه ويسوون شرات اللي هم يبون يصير طالع شويه تفضل منهل برايك مع علي سولف ترى مع ولد خالي الله الله في الخبير ترى خجول لو انت تشرح هي نعم انت تشرح ابو حميد هاي جيلز حليلها عباره عن شو هذا طال عمرك شوف جايبين الهمبه هذا مستورده همبه غض مستورده من برا هذا فيه الحين اللي موجود حاليا واللي حامض شويه حامض شويه سويت اند ساور حامض حلو ناكله اي حامض حلو على اي انزين جايبين هاي الماكينه نحن وهاي الماكينه تحط فيها يا ليت لو تعلي حسك الهمبه هاي نحطها في الماكينه نقطع بطريقه يكون نفس السباجيتي مقطعين خلي بيراويك اياه بيحطه وبيراويك اياه الحين شوف وين يقطع هاي الطريقه نحن هاي الماكينه جايبينها من جيب الحين طعمها حامض لو حلو هذا الحين فوق يكون حامض شوي كل ما ينزل اكثر يكون احلى يكون احلى بس الحين حاليا موجود شوي بيكون ساور اكثر ايه بيكون شيء صار فيتقطع بهالطريقه ونختار من هالشوبينج تشوف مني كيف في وان في سويت اند ساور في حامض في عصير حار في هذا شو حلو هي سوته هذا سوته بيري بيري اسمه بيري هذا حق ولد الحاي بيري بيري حق ولد الحاي فهد حي بين الطعمه بين الطعمه كان زين الطعام ابوي ما حد راد دمك الحين هذا شو بيسوي الحين؟ الحين بنحطها في كل طلب همبه كامله؟ ايه لا لا هو تقريبا يعني الهمبه يتقشر ونحن نحطها يعني على حسب الطلب يعني يكون كيوبز ولا يكون بهالطريقه يكون عندك ايه وينحط عليه الصوص؟ ويحط عليه اي صوص انت تختار على حسب الرغبه ايه نعم
وهاي هي اللي تشاور العرب. هي اللي تشاور العرب سنه من شو يبون؟ عندك قالي لا ما عليك بس فنان ولا عادي؟ لا فنان. الفنان انت والله. وهاي نوع ثاني حلي تسوي هذه. ها هذه الحين بتحطي بتمكس لك اياه علشان يكون افضل لك يعني. ويلي روحي هذا يعني هذا سبايسي الحين هذا سبايسي هذا سبايسي هذا مره سبايسي مره سبايسي يعني يكون ساور وسبايسي في نفس الوقت يعني مر ولا حامض 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 طعمه اعطينا رايك امانه خيسنا المكان صدق عاد نبغى ما نبغي لا نبغي صراحه الامانه كطعم كطعم شيء غريب ما تطعمت منه طعمه حامض حلو حامض حامض وحلو وفيه شويه ملوحه لا وفلفل بعد حاطين انت قلت ليش بس حامض انا قلت له زيد الفلفل سبايسي شويه وايد طعمه مميز وفنان انت المميز اقرب الله هذا اسم المحل ما مانجو شوهر مانجو مينيا مانجو مينيا شو يعني مانجو مينيا ها طيب For who this one? Okay. Bon appétit. إيه والله فنان. هذا اسم المانجو مانيا. في النص العالم هاي كلها هو. في نص العالم. ما برو منزل التصوير تحت لأنه يميع العرب. عمني شباب ما شيء مشكلة. محمد الوالد يقول ما دام صورت أنت اليوم كل اللي هي بلاش. بعد؟ نعم. اي حد من عقب الفيديو بلاش زين جزاكم الله خير هذا اول واحد بلاش يلا يلا حظك لا لا بلاش ترى خلاص اليوم الطلبات كلها بلاش يا جماعه شباب كل اليوم الطلبات فري بلاش اللي يبغى ترى فري هي والله هلا عليك السلام الله يسلم كيف حالك الله يسلمك اقول لك الحين العرض اليوم بس ها العرض اليوم بس انزين اي حد يجي عقب التصوير هذا ببلاش يعني بداخل العافيه على اللي بي انزين اقول لك بلاش اصبر اخينا بكره ورا بكره كل موجودين هذا موجودين حق لمده كم يوم بعد اسبوعين باجي عليه اسبوعين بيزات واليوم بلاش اليوم بلاش يا ربي بتفتقرون بعد بركاتك لا والناس يستاهلون ليش يستاهلون. لا جزاكم الله خير ما تكسرون اتي Today is free for everyone. Just count how many and we will pay at home. يلا بونا بتي على الجميع. هي فري. ما يقدرون يقولون لا. يلا. ما تقصرون. منو؟ الاهل. يا رد سلام على الاهل. اليوم ترى هالمكان مال مانجو هذا بلاش. والله صدق. هي ما تبي؟ في العافية. يلا شباب اللي يبي يصير ياخذ. هي والله تيك اواي ولا بمكان؟ ولا مكان؟ لا 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 ما شايف فلوس والله هي الغاوي انت والله الله يحفظك ولد بالمر صديقي في لندن الله ابوك فنان سكرتي انا اقول في خاطري فيك شبه انت منه فيك شبه وايد بعد زين حد الحين عنده ابوك هناك والله ادري روح بتبيت ابوي الحبيب قرب الله تبوك فنان اوكي لا خليت منك من هل شو رايك رقم واحد واليوم ابوي طارق توزع ابوي الحين هذا الشكل اللي قال فري طلبات كلها فري للي يبى مانجومينيا عندهم بعد فرع ثاني في القريه العالميه في القريه العالميه وين اي مكان في القريه اي مكان عند بوابه الفي اي بي رقم 6 رقم 6 المحل على ايه؟ اليمين اول ما تدش من الفي اي بي على اليمين الحين موجودين يعني موجودين مستحيل ما تشوفه والله تلقى لازم تلقى وايد والله مميز كان تبسط زحمه وين زحمه هناك محل يا رك الله انت يا الله زحمك والخالي الحبيب شكرا جزيلا يا ربي مكبر غزوزك يا والخالي ما شاء الله ما شاء الله على غزوزك ما زين الله يحفظك مشكور ما قصرت في مال لا عيال عيال والخالي شكرا جزيلا شكرا 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 جزيلا مشروع في منتهى الروعه تجمع هذا يعني مسوي حركه وعاطي المكان حيويه تدري شو كان هذا المكان كان طبيل عوده جراج باركن من الكبار واستوى ما شاء الله على اللي فكر هالفكره يعني فكره جميله وشيء وايد فنان يعني لما والعرب كلهم في مكان واحد والشباب والشابات والكبار والصغار فم ازم المكان ملتقى بدال كان
مكان صغيروني والناس مستغلتني بس كجراج حق سيائير. الجراج عباركن، والحين مستوي مكان كل حياة وحركة، شيء جميل. بارك الله في اللي سوى هالمشروع، ويزاه الله كل الخير، يزاه الله الجنة اللي يجمع العرب هاي كلها وخلاها مين بسطول. يحفظكم شارع اسمه شارع الصفا في السيتوك، وهذا هو المحل اللي نحن جايين عسبه، ابراهيم القرشي. هاي اللي تشوفونه. سيو جورج مساء الخير، صار لنا ساعة نحن بنعرف ابراهيم القرشي وين. كيف يعني؟ يعني قالوا لنا في توك الحين، فرق بين سيتوك داخل والسيتوك بالمكان اللي انتم واحد اللي بيسمونه القديم. نعم احنا على شارع الصفا، شارع الصفا هذا تماما اللي هو امتداد لشارع المركز المالي، انت وجاي من برج خليفه هي هي، ونازل لاخر اشاره بتعمل يوترن شارع الخدمه. يعني هذا الحين الشارع المبنى هذا تبع سيتوك، سيتوك لك سيتوك واحد او القديم مثل ما بيعرفوه. ايوه الجديد على الجميره ودبي. ما شاء الله ما شاء الله. حتى تظهر ستوري لو خاص خاص، ما شيء خاص ابوي عندي انا. وهالرجال منو؟ انت منو حينه؟ انا ابراهيم. والله والنعم. وهذا الرجال عبد الله. والله والنعم ابو حميد. ما شاء الله تمشون. افرح يوم اشوف شباب جايبين حريمهم وياهم، شيء جميل. حسين صار متابعين. هلا انت شو المسك يمسك؟ يمسك ثابت بقى. ثابت نعم. المسك يمسك ويرفع الشاشه. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اشوف محلهم هذا، معرضهم الشوروم من اجمل المحلات، اجمل محل اشوفه انا عندهم هذا، اجمل عن اللي في البقاع اللي من غير. وهذا السكشن مال الفي اي بي، هذا قسم خاص للفي اي بي. يعني للي هو مش قضيه الفي اي بي، للي البيزات، البيزات اللي عنده بيزات يدخل هني، واللي مال الهمشات الهمش الدبغه، واللي بيزات عاديه يعني مكان اللي هناك خارج. مستر جورج خيبة سمتها تسميت العودة. انزين انزين كم فرع عندكم انتو في دولة الامارات؟ في دولة الامارات يا ريت سرعة. في عنا 5 فروع. اها. صحارة في الشارقة. انزين. ابو ظبي، دير فيلدز والوحدة. اها. وفي دبي مول السيف والسيتي ووك. ما شاء الله عليكم 5 افرع. نعم تبارك الرحمن. جورج شو المميز عندك حاليا وشو الاوفر اللي عندكم؟ حاليا المسك الرومان، مسك الباودر اللي هو وين؟ هذا لا هذا واحد، هذا الباودر وهذا الرومان. اوكي شو اللي يفرق هذا عن هذا؟ هذا ريحه نظافه باودر. اها هي هي مثل ريحه صغاريه. هذا الرومان سويت حلو ولكن بهدوء، حلو بهدوء شراتي. زين اوكي طبعا. وفي بعد عنا كمان كسر العود. ايوه هذا على شغلي انا تمام، كسر العود. وفي عنا خشب الصندل مع الورد الدمشقي مميز كثير بجو الشتاء. اي هذا انا جربته هاك اليوم، يومي البيت اعطوني كميه منه، جسمت على اخواني وربعي وصدقاني ويريد وين اود، وكل شغلهم زين وكل مميز وما بغالي. والاوفر اللي عندكم هلا 50% على كل المنتجات. من متى الى متى؟ لين 7 جنوري. حتى في الاشياء مات الفي اي بي ولا؟ اكيد هاي الاشياء اللي عندكم حاليا نعم كلها فيها اوفرات، كلها فيها 50%. اقول لكم عندهم هذا انا اول مره اروح، هذا على فكره هذا انا ما اعرفه، اول مره اشوفه هنا عندكم. هذا هذا عطر مميز عنبر وعود، ريحته خنينه واتوقع انها تبطي، العلم عند الله، لكنها تفوتخ مش من الروائح يعني على الاقل بتم بتم بتاخذ ضحويه كامله يعني. عطر مميز. وكم سعر هذا؟ 190. ها قبل الخصم ولا بعد؟ هذا بعد الخصم، هو بعد 390 380 سوري. ايوه وحينه ب190. ابوي على الحلال والحرام، اللي يازل لي أنا ودخل مزاجي هاي الاثنين، هاي اللي تشوفونهن، واحد منهن اللي هو عنبر وعود، وبعدين هذا مسك كشمير. هاي كلهن شغلهم كله مميز، والدنيا كل الناس كلها أذواق، كل إنسان على هو اللي يبا. غير أنا هاي اللي يازل لي 100% روايحنا نحن، روايح العرب اللي يعرفون للريح، اللي الريح الخامر اللي يقولون خامر الريح، هذا خامر الريح، ريحة خنينة وتبطي وايد فنانة. وإن شاء الله ما بظهر إلا ما زر لي خريطة منها. هم الله يحفظكم. بعد هذا عنبر أوركيد، وهذا عود باتشولي، وهذا مسك عود.
كل هاي الروايح الثلاثة روايح مبعث قوية اللي هي القويات، لا هاي روايح خفيفة. العطر الخفيف ما باللي يفوت تخبل قو، لا العطر اللي ريحته باردة، هاي لاك ريحة قوية أنا أحبهن، هاي لاك أنا أحب الروائح القوية، العنبر والعود والورد والطايفي والزعفران هاي أنا أحبهن. هذا تحس به شرات العطر مال البنيات، خفيف ريحته وايد خنينة. كسر العود هو عطر وهو عود، لكن المرة هاي عاد اختلاف كلي لمعرفة عنوانهم في السيتي ووك. ارفع الشاشة على فوق. زين كيف الحال؟ تردفوني؟ وين كيف وين؟ ما شاء الله. تاكسي انا يا الله يحفظكم الله يبارك فيكم. هاي شو الحين شو اسمها؟ هاي جودوان. اسمها جودوان؟ هاي سويه خاصه حقينا؟ كان زين. شفت تونا ظاهرين عنا. تونا ظاهرين عنا. يلا في مال الله شباب الله يحفظكم. اسمك عاد انت؟ منو؟ يوسف. وانت؟ سحي. منو؟ سحي. تستحي؟ لا سحي. شحي؟ لا نقبي. شو اسمك؟ نقبي. اسمك روحك انت شو اسمك؟ انا اسمي خالد. شو اسمك؟ عبد الله. بس ها ضح نصك. وانت؟ يوسف. يوسف قوليك. خالد خالد يقول السلام عليكم مدام حاميان. هل مفاجأة؟ الله 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 والله مفاجأة حلوة محمد. مفاجأة جميلة. وانت الأجمل يعني حبيب قلبي. كيف يعني ليش ما قلت لك ياي؟ والله كنت في دبي مول بعدين صرت سيتي وورك أول سيتي وورك شو اسمه أوتلت زين وخلصت وحبيت ليش شو سايس؟ أخذ لي أغراض حق السفر محمد. وين بتصير؟ لندن وياه. يا سلام. يا سلام يا سلام. يسلم عليك محمد مبارك لاعب نادي اليد نادي الشارجة. لقيت وياه في شو اسمه دبي مول. زين يسلم عليك. سلام انت ان شاء الله عليك حبيب قلبي محمد. والله هو اللي قدم لك اونلاين على الفيزا محلي على فكره حبيب ما طلعت خامتي انت والله يلا بحال واحد بتعشى عندنا ابراهيم لا يا علم داخل عارف. منو عندك انت عندي ربيع يوسف عادي. ايه اكم خلاص ما انت خلهم يقربون عندنا ها يقربون عندنا يوسف ابراهيم دبر هاي اربعكم من هل وين ابويا من هالخور فكان هذا منو هذا علي النقبي قام علاي عندي وهذا يوسف لا هذا علي النقبي قوم وهذا يوسف وهذا يوسف الشحل والله والنعم والنعم زي ابوك انت من العين وين تنبه ودرت انت الدنيا هاي كلها شو وداك عندهم اخر الدنيا اي هذا اخواني من متى 16 سنه 16 اي نعم ما شاء الله الله يحفظك يحفظكم ان شاء الله يلا شكرا شكرا لا شكر لك الله يحفظك باك طاح تحتك الله يحفظك يا حبيبي شايف خاطركم الله يحفظك جاجن على خير الله يحفظكم ان شاء الله انا اصور لكن أصور مع البنات الشاطرات هل أنت منهن؟ هاي أي صف أنتي؟ سادس كم جايبة؟ بعدنا ما عطونا شهادات زين وكنتي في الخامس شو كنتي؟ 94 قولي والله 93.5 إيش لأني أنا شفت شكلك ما 93.5 إيه لأني كنت أدري إيش اسمك؟ روان روان ما شاء الله روان وين ساكنين؟ دبة ما أنتم من دبة أنتم؟ حبيبتي الله يحفظك الله يبارك فيك اقول لك انت الحين شاورتني ولا ما شاورتني يوم صورت ما شاورت صورت عقب خبرتني انا ما عندي مشكله لكن انا الحين لقطت لك هاي الرمسه تي كلها وياك كلها ترى فيديو ومصور برايلي الله يحفظك كلكم تدرون عن منو يتخبر تسالتوك عن منو دواركه وانت حافظ حتى تصرفات دواركه ايه دوارك الله يحفظك بتسافر تاريخ 23 اظن يوم السبت ولا الاحد اتوقع هي هي بتصير اجازه شهر ونص اي والله فنان دوارك ها الله
بعد مسك بالخير اخوي خالد الخالدي، وشلونك؟ انا علي الشاعر اللي ارسلت لك امس. يا كم تمنيت اني القاك في الرياض واقوم بواجبك واعزمك، لكن ان شاء الله الجايات اكثر وابرك الساعات والله، واتمنى اني ادق عليك واسمع صوتك. لا انت يا خالد